ومن صنعاء نذهب إلى مخيم نور الشمس في طول كرم، وينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون العربية عميد شحاذة. أهلا ومرحبا بك عميد. اقتحامات في مناطق مختلفة وحصار للمخيم، ما الصورة لديك في مخيم نور الشمس عميد؟ أحمد، قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحاصر مخيم نور شمس في مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية، وهذا الاقتحام الذي بدأ منذ مساء أمس ما زال مستمرا حتى هذه الأثناء مع استمرار الاشتباكات المسلحة داخل مخيم نور شمس. الحصيلة الأولية لهذا الاقتحام شهيد وست إصابات، من بينها إصابة خطيرة، ومن بين الإصابات أيضا إصابة متطوع إسعاف داخل المخيم أطلق عليه جيش الاحتلال النار وأصابه خلال توجهه لنقل إحدى الإصابات من المخيم. ذهب لنقل إحدى الإصابات فأصابه جيش الاحتلال بالرصاص. هناك شهيد لم تتمكن طواقم الإسعاف من نقله إلى المستشفى، وكذلك الحال بالنسبة للإصابات ما زالت داخل مخيم نور شمس مع استمرار هذا الاقتحام الذي بدأته قوات الاحتلال الإسرائيلي تقريبا قبل نحو أكثر من 20 ساعة. قبل 21 ساعة بدأ هذا الاقتحام، وهو واحد من أطول الاقتحامات لمخيم نور شمس. اشتباكات مسلحة أسفرت حتى اللحظة من ناحية صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت المصادر الإسرائيلية عن إصابة 4 جنود برصاص المقاتلين الفلسطينيين داخل مخيم نور شمس. الاشتباكات عمليا لا تتوقف بين فترة وأخرى، مع تفجير عبوات ناسفة بالآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقتحم هذا المخيم منذ ساعات الصباح، والصورة على حالها مع اشتداد الاشتباكات.